Bien. Nos acompañó y nos ha acompañado. Transmite la al 33%. Es nacional de la alfabetización que hay en Dios. Ya, señoras embajadores. Y todos los amigos deben prendre note de comisión. Ce n'est pas lo. لا تستطيع الحكومة الأمريكية دعم أي حجة تبرر إبقاء كوبا في هذه القائمة، بل تواصل سياستها العدائية ضد كوبا، مما يشكل خرقا للقانون الدولي وجريمة في حق بلد يعاني من الأزمة المالية. لكم أن تتخيلوا بلدا صغير كبلد كوبا كيف يواجه هذه الأزمة.